سميتي نجاة زيد 63 مات ليا دابا 5 شهور عايشة أنا وبنتي وراه ولاد الدرب هنايا شي عطاني 100 دريال شي عطاني 10 دراهم مرة مكاين زعما اللي غادي يتعاون معاك ولا اللي غادي يدير ولا مرة تغوت عليا شي مرا نمشي نصبن تعطيك ديك 100 درهم ولا 100 درهم شنو دير لك يلا ناكلو من هنا الكرا هو كيتسال الكرا هاكونو بالدق 13000 واختي اش غنديرو فين غنعس هاديك الدريه في الزنقه مازال كنت غير ديال راسي راه نمشي على الدار نخدم ونسكن فيها نبات عندهم ولكن الدريه راه كتقرا في 4 ايام شهر 9 غتكمل 15 عام غمو لي رانا الحساسيه انا اللي كامل ما كنعش شوف عيني كي دايره ما كنعش ابد كالريحه اللي كنبدا نشم نطلع السبيري فيها هاتي شوفي راه وصبغتو عادك النار ياك حدا صبغتو ديك النار جا الدري مسكين دوار نبيل جاب لي الصباغه فابور من عندو جا غير دخل كتبت بعت واحد التلفازه بحال هادي كانت عندي هادي طاليه واحد السيد بعتها باش ناكلو من جا بغا يديها شاف قال لك انا يا اختي الدريه فقت ليها وهادي قلت له اخويا هادشي اللي عطا الله مشى مسكين الغد ليه جاب الصباغه جاب كلشي قال لي خرج هادشي كلشي برا يتشمش عاد صبغتها عاوتاني ضربت ما عرفتش 4 شهور ولا شنو هو شوف الحاله ما نرا مو في الصندوق كاين شي واحد كيدير مع الصندوق راه والله شي بزاف رايس راه ما لقيتش الحل انا كنفكر هذيك الدريه يلا ها هي تجي دابا اش غنغديها غتقول لي ماما داخله مع الجوج اش غنغدي خرج نطلب ما عنديش الوجه عاد كي دخل شي قلت لي اش هاد الحاله بقيتي فيها عاد انا اللي عايشه فيها شحال وانا عايشه وهز كلشي في هاد القلب هاد القلب كان يتحل غتشوفي اشنو فيه ما نكذبش عليك الصراحه راه كتقال شي حاجه ما نزيدوها شي حاجه ما غنخبيوها ثاني راه هادشي اللي عطا الله ديما نقول صافي ساليت فين انا اللي حاربتهم هاد الكراج اللي حدايا فين ما كيحلو موالين الدار كيدخلوا الفيران انا اللي حاربتهم درت هاديك راه الغبره درت هاديك الغبره بعدا كاين ما سرق زيد ما نقولش لك سرق زيد اش كندير معايا تصوري الصهد ومغطي راسي وغنموت بالعرق علاش ما بغيتش نعري راسي على قبل هذاك سرق الزيت عا كيدير طق يطيح طق يطيح عاد مشيت ثاني عند المراه كنعرفها عندها بنتها برا جابت لها ديك الميكه الصفراء عاد عطاتني من الدواء عاد رشيته ثاني في القناه عاد شويه الحمد لله راه حاشاك طواليط وصافي عايشه حياتي عذاب حياتي عذاب غير كنرمش وكنشوف وكنخرج انا ميتة شحال هادي على هاد الحساسة وبنادم ما كيعدركش هادي اللي كدق عليا دابا كل نهار منين نجيب لها انا 13 تا خويا اللي كي مرة كيعاوني يخلص ما كاينش مسافر بيجي حتى الشهر الجاي وكنتمنى ما نكذبش عليك اختي انا كنتمنى غير حياة زوينة شي سكينة ولا اللي كان على اللي كان شتي عابيت وما تكونش فيه غمولية ونعيش فيه بنتي نحمد الله ونشكر انا ما بغى فيلا ما بغى دار ما بغى والو بغى غير نقى مرت حياتي صدري مرضية الليل ما كنعش انا دي بلاصتي ها دي بلاصتي دري انا نعسات في الليل كتقولك ماما بقاش نبات هنا البرد اش غنتغطى يلا لا مانط لا والو اش غنديرو